حياتي الشخصيات المشهورة تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام الناس، خاصة ما يشغلون مناصب هامة مثل الشيخ محمد ابن راشد آل مكتوم، فهو نائب رئيس دولة الإمارات العربية، كما أنه رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، مما أثار اهتمام الكثيرين حول معرفة مزيداً من التفاصيل عنه وعن حياته الشخصية. تزوج العديد، فمنهن الشيخة هند بنت مكتوم ابن جمعة آل مكتوم، وهي أولى زوجاته والتي تزوجها عام 1979، صاحبة جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني لعام 2020، فهي ابنة الشيخ مكتوم ابن جمعة آل مكتوم. والدتها هي شيخة بنت سعيد ابن مكتوم آل مكتوم، وتزوجت عن عمر 17 عاماً من ابن خالها الشيخ محمد ابن راشد آل مكتوم، وكان يكبرها بنحو 12 عاماً. وكان زواجهما أول حدث عام في دبي، وكان حفل زفافهما من أكبر الاحتفالات في الدولة، واستمر نحو 7 أيام. كانت مراسم الحفل في ملعب دبي، والذي يسعى لنحو أكثر من 20,000 شخص، وشارك في الاحتفال جمع غفير بأكثر من 20,000. أنجبت له عددا كبيرا من الأبناء، وصل إلى 12 ابنا، منهم حصة بنت محمد آل مكتوم، تزوجت من الشيخ سعيد ابن دلموك من ابن جمعة آل مكتوم عام 2008، وراشد ابن محمد آل مكتوم، وهو ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي بدبي، وحمدان ابن محمد ابن راشد آل مكتوم، ومكتوم ابن محمد ابن آل مكتوم وزير المالية ونائب حاكم دبي، والشيخ أحمد ابن محمد آل مكتوم، وسعيد ابن محمد آل مكتوم، ولطيفة بنت محمد آل مكتوم التي تزوجت من ولي العهد الأمير محمد ابن حمد ابن محمد الشرقي عام 2009، والشيخة مريم بنت محمد آل مكتوم زوجة الشيخ خالد ابن محمد ابن حمدان آل نيهان، والشيخة بنت محمد آل مكتوم تزوجت من ناصر ابن حمد آل خليفة ابن ملك البحرين العام 2009، والشيخة فطين بنت محمد آل مكتوم وسلامة بنت محمد آل مكتوم، والشيخة شماء بنت محمد آل مكتوم. عرفت الشيخة هند بمساهمتها في الأعمال الخيرية، من ذلك تبرعها ب3 طائرات لنقل مشجعي فريق كرة القدم من المنامة إلى دبي عقب فوز الإمارات في الدوري قبل النهائي لبطولة كأس الخليج على دولة الكويت لعام 2013، كما تبرعت بنحو 4200 بطاقة تموينية لتوزيع المواد الغذائية على الأسر المحتاجة، وذلك عبر البرامج الخيرية. الأميرة رندا البنا هي الزوجة السابقة لحاكم الإمارات التي تزوجها عام 1972، ثم انفصلت عنه بعد مرور 10 سنوات على زواجها، وأنجبت له ابنة واحدة هي منال بنت محمد ابن راشد آل مكتوم، وتزوجت الشيخ منصور ابن زايد آل نيهان. الأميرة دليلة العلا هي إحدى زوجات الشيخ محمد ابن راشد آل مكتوم، أنجبت منه 3 فتيات، دلال بنت محمد ولطيفة الأولى بنت محمد، وتزوجت من فيصل ابن سعود بن خالد القاسمي، ومريم الأولى بنت محمد آل مكتوم زوجة سهيل ابن أحمد آل مكتوم. الأميرة حورية أحمد لمارة من الجزائر كانت إحدى زوجات محمد ابن راشد آل مكتوم، ولكنها انفصلت عنه وأنجبت له 5 أبناء، 3 من الإناث و2 من الذكور، هم ميساء وشمسة ولطيفة الثانية، بالإضافة إلى ماجد ابن محمد آل مكتوم ومنصور. الأميرة هيا بنت الحسين هي آخر زوجات الشيخ محمد ابن راشد آل مكتوم، والتي تزوجها عام 2004، أميرة أردنية وابنة الملك الراحل الحسين ابن طلال، تم تعيينها عام 2007 رسولا للسلام التابع للأمم المتحدة. توفيت والدتها وهي ذات 3 سنوات في حادث مروع، كما لها أخت بالتبني برعت في الفروسية، حيث أنها نالت عدة جوائز بها،
كما تم تعيينها رئيسا للاتحاد الدولي للفروسية. الأميرة اليونانية زوي غريكولاكوس التي أنجبت من الشيخ محمد ابن راشد آل مكتوم الشيخة مهرة زوجة الشيخ مانع ابن محمد ابن مانع آل مكتوم. الأميرة بشرى بنت محمد إحدى زوجات الشيخ محمد ابن راشد وهي مغربية الأصل أنجب منها الشيخ محمد ابن راشد آل مكتوم. ويعرف أن للشيخ محمد ابن راشد زوجات كثيرات من جنسيات مختلفة أدى ذلك إلى كثرة أبنائه، فضلا عن وجود بعض الأبناء من زوجات غير معلومات، وقد شغل كثير من أبنائه مناصب هامة في الدولة فضلا وليس أمرا. الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد، وذلك تحفيزا لنا على الاستمرار.